نمبر 2 Yes, I'm يا the host now. مريم It's okay. اتفضل ودوري يا مريم. Number two. نمبر 2 هاي هاو ار يو هلا لا هلا هاي هاو ار يو هاو ار دوينج لا السؤال ده يا دو مريم بالراحة كده معانا. اوكي هالة، هاي هالة، جود باي هالة، هاو ار يو. لما اجي اقول لحد يا مريم انت عامل ايه، هل اقول له مع السلامة انت عامل ايه ولا اهلا؟ هاي اهلا انت عامل ايه؟ يبقى هقول له ايه يا مريم؟ جود باي اور هاي. هاي هاي ذاتس رايت، هاي بيرفكت. دكتورة آدم نمبر 3 آدم. مس اسف ان انا تأخرت، بس انا كنت بصلي صلاة الصبح. يا ولا جماعة يهمك يا افتحوا آدم. الكاميرا، يا مس افتحي لي الكاميرا. افتحي يا آدم، هفتح لك الكاميرا ازاي؟ انت الهوست، انت اللي معاك الهوست. لا هو لا أنا مش الهوست دلوقتي يا أنس، أنا الهوست دلوقتي. اوكي. بص يا عم، بنت ليه عند آدم كده؟ مش عادة، مش على مش شغالة على مفيش التليفون. الاوبشن ده يا ادم هنا، مفيش، مش ظاهر حاجه ان انا افتح لك الكاميرا يا ادم. مش على التليفون. طب جاوب معانا يا ادم، جاوب معانا اتفضل. ده نمبر 3. ها ام فاين ايه يا ادم؟ هي دي صفحة تنس. مش تفتح الكتاب يا آدم، دي مش مراجعة. دي مراجعه، مش نفتح الكتاب يا ادم. دي مراجعة. كل ما اه يا تقول حبيبي دي مراجعه، اه يا حبيبي دي مراجعة، مش هنفتح الكتاب. يلا يا I'm fine. I'm fine ايه يا ولاد؟ I'm fine ايه؟ I'm fine, thank you. طب انا عايزه ادم يجاوب. يلا يا ادم I'm fine thank you، برافو عليك، يعني انا بخير شكرا ليك، ممتاز ادم نمبر 4 يا ادم. مس انا ما جاوبتش حاجة. ما انا عايزاك بقى تجاوب نمبر 4. يلا It's time for school. It's time for school. Yeah, it's time for school. That's right. It's time for school معناها حان وقت ايه المدرسة. It's time for. شطور. مريم نمبر 5 يا مريم. حاضر نمبر 5. عادي تديني الهوست افتح الكاميرا ارجعه لك تاني. يا حبيبي انت تقدر تفتح كمان من غير ما اكون هوست. How are you? How are you? Are doing? How are doing? Do How are doing؟ فين you? how are doing يا مريم؟ ثواني يا مريم، انا يا ادم انت ممكن تخرج من السيشن وتدخل مره ثانيه، لو دخلت مره ثانيه كل حاجه تتظبط. اخرج وادخل يا ادم. How are you? Yes. I'm how are you? I'm ايه؟ هقول لك I ايه؟ am. I'm about or I'm think or I'm okay. I am okay. That's right. I'm okay. شطور. أنس نمبر 6. Okay. Is this our wall? Yes, it is. Is this your bowl? Yes, it is. شاطر يا أنس. Perfect. شاطور. طيب هنعمل سؤال ريأرينج مع بعض. فكرة لو كانت يا مس نو كنت هقول نو ده نو ان ات No, دازنت. it isn't. Yeah, isn't. It's okay. شاطر يا أنس. يا أنس. مريم نمبر 1. عايزين نعمل ريأرينج، هرتبها مع بعض. هتكون إيه؟ ها؟ هي أول حاجة دي اتس اول حاجه عندنا اتس يا اتس ها يس اتس تايم it's time to your teacher. يس تو يا تيشر تو اي تو وات Oh, to
go. Go to go home. home. That's right. مريم one more. مرة كمان لو سمحتي ودي على بعضها. يا أول كان اسمها إيه؟ It's time. It's time to go home. Yeah, it's time to go home. Perfect. It's time to go home, right? ممتاز. آدم أنا مش موجود. أنس number two. Are you? Who are you? How are you? Not who يا أنس. How are you? How How are you? are you? Fine, thank you. How are you? How are you? I'm That's fine, right. thank you. اوه اللي انت عامله لسه موجود في الشات. اتفضلي يا مريوم. يلا يا مريوم، احنا النهارده هناخد اسئله معينه نراجع بيها الحاجات اللي انا عايزه اعمل فوكس عليها. دي ماشي مراجعه غالبا نراجع على الجرامر من خلال الاسئله بتاعتنا. يلا يا مريوم اتفضلي. نمبر 1 number one she play play she she play plays. شطوره. she plays. she plays ايه يا مريوم؟ قولي كده الجمله كلها. she play is of a school يعني نحن نلعب في المدرسة. She plays tennis after school. شطورة. ليه اخترنا مريم بلايز ما قلناش بلاي مثلا؟ امتى اختار بلاي وامتى اختار بلايز يا مريم؟ ها ها علشان بلايز بتيجي مع الجامعة. لا بلايز مش مع الجامعة. بلايز دايما مع الضمائر أوكي ايه يا مريم؟ مع هي شي ات. يبقى he she it verb plus s. he she it verb plus s. الهي تاني يا والسي مريم. والاس بيجوا معاهم اس. يا verb plus s يعني الفعل زائد اس. سطور. اما مريم لو الجمله بتاعتي بدات ب I او we they you you they yeah الفيرب infinitive يعني الفعل في المصدر. الفيرب infinitive. infinitive الفعل في المصدر بدون اي اضافات. ماشي يا مريم. أنس نمبر 2 اتفضل. number two I إيه لا do you walk to school no I don't isn't I isn't السؤال بدو يبقى الإجابة بإيه؟ بدونت صح. إذن إزاي يا أنس؟ أول حاجة don't أنس لازم نعرفها إن زمن السؤال لازم يكون نفس زمن الإجابة. يعني السؤال بدو يبقى الإجابة بدو أو بدونت. بإذ يبقى إذا وإذنت وهكذا. آدم النقطة دخل الثانية أه آدم دخل والكاميرا خلاص ظبطت. ياه إيش يا آدم؟ ياه. أما حاجة تانية يا أنس ما ينفعش أقول أي إذنت. إذنت أصلاً ما بتجيش معاها أي أو دازنت غلط. يبقى أي دونت. أي دونت. آدم نمبر 3 اتفضل يا آدم. آدم open your mic. I ride my bike at 5:30. Yeah, I ride my bike. That's right. I ride my bike at 5:30. Thank you, Adam. So, Mariam, number 4. Number four. Do you هنقول do you مش does Yes, do you. انا هنا مش عندي يا مريم يو، انا عندي شي يا مريم. مش احنا اتفقنا يا مريم ان هي وشي وات فيرب بلس اس؟ فين عندي الاس يا ترى؟ do does does or are. does يبقى دي اول طريقه عندنا. احنا اتفقنا هي وشي وات فيرب بلس اس. هي وشي وات فيرب بلس اس. هي وشي وات فيرب بلس اس. دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن تسهل علينا كمان يا مريم، اللي احنا اتفقنا ان زمن السؤال لازم يكون زمن الاجابه، يعني الاجابه والسؤال مترابطين مع بعض.
فلما استخدم داز على الاغلب طبعا الاجابه لازم تبقى كمان فيها داز، يبقى داز داز. طيب اتفضل يا انس، نمبر 5. Number five. Okay. Number five. What is it? What time? What color? What Is color? it? What color? لا what color what time؟ عشان يا مس الورده في رقم. Yeah, that's right. في رقم، يبقى انا هقول what time عشان عندي رقم، يبقى what time time is it؟ What time is it؟ What time is it؟ المفروض it is يا مس. لا مش it is يا مس. لما يكون عندي سؤال يا انس لازم ابدا بإز الاول، عشان إز هي الهيلبنج فيرب. Is it؟ What time is it؟ What time is it؟ It's okay. What time is it؟ انا بسأل هنا عن time، عن الوقت، علشان كده الإجابة بتاعتي it's half past 7، يعني الساعة 7:30. It's okay. Okay, آدم، rearrange number one. Half past يعني seven. it's half past 7. That's right. It's half past 7. It's half past 7. That's right. شطور يا آدم. So, Mariam number two. Do you want to school? Do you want to school? Do you want to صح do you walk to To school؟ school? شطورة يا مريم. لا it's walk not walk. No the L here is silent. ال L هنا مش بقراها يا مريم. Walk or walk. جميل، أنا يا بقول walk do you want، أنا قلت do you want 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 حبيبي دي، ومش want دي walk. ك ك ك ك ك the last want لا the last sound is k k k k walk walk walk. So do you walk to school? Do you walk to school? That's right. Yes. Okay, Anas, number one. Okay, number Anas, one. yeah. This is my mom. That's right. This is my mom. طبعا اتفقنا اللي عز للمفرد. This is my mom. That's right. Adam number two. Adam number two. Have Muna curly black hair. Curly black hair. Muna what? Muna curly hair. Yeah. So Muna has curly black hair or Muna have curly black hair? Has or have? هي آدم، has or have Muna has curly black hair or Muna have curly black hair؟ Muna has, that's right. Okay, Anas, number three. I ate two brots. Brothers, brothers, bra, bra, I brothers. have. That's right, I have two brothers. I have two brothers. That's right. Anas, ليه اخترنا have, not has؟ ليه السبب؟ لأن I من ال I with you Z بيجوا يا مع سيكس وات هاز، وال هي وشو والات بيجوا معاهم هاز، يا عشان ذاتس رايت. هاز فيها اس ودي ما فيهاش حاجة. شطور برافو عليك.
الاي والاي والاي والاوليو. هابي بيرثدي تو يو. يا أنس. ماشي يلا مريم. مريم نمبر 4. مريم يلا اتفضلي. نمبر فور، نمبر فور بيقول I have two brother يا I have two baby. أنا عندي baby. baby ده يا ترى هيكون إيه يا مريم؟ baby cousins or baby grandparents or baby parents؟ البيبي يعني حد صغير، يا ترى الصغير ده هيكون إيه؟ cousin، اسمه cousin. cousins. شطورة يا مريم، perfect cousins، ممتاز. آدم نمبر 5. آدم نمبر 5. آدم open your mic and and answer number 5. My grandpa My grandpa glasses. You choose what? Drinks, wears, eats. Adam, your mic is off. Open your mic. We're Yeah, wears. That's right. Shatri Adam. Okay. Anas, number 6. السلام عليكم ورحمة الله. آدم نمبر 6. Okay, my عفوا لا لا لا، grandparents قصدي أنس. have لا 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 لا، مش قصدي أنت آدم، قصدي أنس. أنس open your mic and answer number 6 يا أنس. number 6 is I. أه يا حبيبي نمبر 6. My grandparents have a ha ha hair. Hair. No, not hair. Hair. Hi, Hair. hair. Yeah. Gray. Gray hair. Gray hair. That's right. شطور. Me. آدم نمبر 7. آدم نمبر 7. Other MS. My mom has curly hair. My mom has hair. Yeah. Curly hair, glasses hair, bowl hair. Curly, curly, curly. That's right. Curly hair. Curly hair, right. Curly hair. It's okay, Mariam. Number 8. Let's go, teacher number 8. These are Yeah. my grandparents. These are my parents. That's right. My parents. شطورة يا مريم، برافو عليك. آدم نمبر 9. Grimace. My parents not short brown hair. My parents have short brown hair. Has, are you sure? Has. My parents is plural. ده جنب يا آدم plural. Take has. My parents. My parents have Yes, right. Have. Yeah. اتفقنا يا آدم. My parents. Yeah. لو one parent بس يا آدم has. Parents have. It's okay. Alice number 10. number Yeah. 10. Yeah. My parents have short brown Number 10. Okay, number 10. These are my cousin. It's short brown hair. My parents. These are my uncles. That's right. These are
ليه قلت ار يا انس؟ ليه ما قلتش از مثلا؟ ما هو ذيس ذيس ار That's right, these are for plural. That's right, these عشان are. Top بتاخد right. مس عشان بتاخد الجامع. شطور يا آدم. طيب مع بعض ده reorder number one يا مريم. Reorder I have two baby يا cousins. مريم يا مريم يا مريم مريم not حرام آدم. مريم. ها يلا اتفضلي يا مريم. I have Yes, I have. two Yes, right. baby Two. cousins. Two baby Perfect. cousins. That's right. Shatura. I have two baby cousins. I have two baby cousins. That's right. Perfect, يا مريم. Adam, number two. أرمس mom has curly brown hair. My mom has curly brown hair. My mom has curly brown hair. That's right. My mom has curly brown hair. Perfect. Atur. Okay. عد نص ساعة وخمس دقايق. أنا جسمي وجعني. رمادي مش بقى. Adam. Yeah. Anas, number one. Tafadhal, choose the correct answer here. My mom is a cake. Driving يا مس يعني بتسوق. الحمد لله. You. ماشي، يبقى الإجابة هتبقى إيه يا أنس؟ My mom is a cake. يبقى إيه الإجابة؟ Listening. Baking. Listening, not listening. This word is listening. Listening. See here is silence. So listening. Listening. يستمع. Okay, but the answer is what? الإجابة هتبقى إيه يا أنس؟ الإجابة هتبقى baking مش listening. Yes, baking. Baking. هتستمع Baking a cake. That's وأنا right. أسمع أغنية. Okay, شاطر يا أنس. مريم اتفضلي يا مريم. مريم. يعني يعني نمبر 2 يا نعم. مريم. نمبر 2. She She is listening to music. That's right. ليه اخترنا شي يا مريم؟ ايه السبب؟ علشان الشي بتاخد Perfect, perfect, perfect. شطور يا مريم. She takes is. We takes what يا مريم؟ We. وي معاها ايه يا ايه انس؟ كويس، خليك مؤدب يا انس. انس كده ما ينفعش. اي يا حبيبتي، ايوه كده كويس. سوري ار هي او دي اند اي و I واي am my واي am ام. That's right. واي ام. شطوره يا مريم. انس نمبر 3. نعم يا مس نمبر 3 يا انس. نمبر دي 6 سوري دي ار اي مودلز ميكينج ليه اخترنا ميكينج؟ ليه ما قلناش ميكس او ميك يا انس؟ عشان زي ار والهي علشان ايه؟ والات احنا قلنا الهي والشي والات بيجوا معاهم اس والزي والباقي والزي هما كتير مش بيكون معاهم حاجة طب ليه انا بختار الاي ان جي؟ ثانية مس بس الكاميرا علقت ولازم السبب
عشان يا مس هو السبب يا مس اللي انتوا لقيت بيكم عم اس وبتاعي معاهم حاجة. لا مش ده السبب. طب روحي يا انس عشان نفهم لو سمحت، ركزي معانا يا مريم. احنا اتفقنا مع بعض ان لما يكون عندنا يا انس ام او از او ار في اي جمله، عندنا اي جمله فيها ام واز ار لازم نضيف للفعل اي ان جي. انس ثاني يا انس، ام واز ار لازم الفعل بلس اي ان جي، ام از ار فيرب بلس اي ان جي. طب انا عندي هنا ايه يا تيتشر؟ انا عندي ار، يبقى بعد ار ناخد الفيرب انفراتيف نو، ناخد الفيرب بلس اس نو، امال ناخد ايه يا تيتشر؟ ار ميكينج، لازم اي ان جي انس. تاني انس، بعد ام واز وار لازم نختار الفيرب بلس ايه يا انس؟ making اي ان اي جي ان جي. الفيرب بلس ايه؟ هو اي ان جي بس يعمل الكاميرا علقت ولازم نخرج هخش تاني. اوكي يا انس اتفضلي يا مريم نمبر 4. يلا يا مير، I am I am reading a book. I am reading a book. I am reading a book. That's right. برافو عليك، شطورة يا مريم. أنس نمبر 5. أنس نمبر 5. أنس. نمبر 5. كملي يا مريم، انا اسمها طهير. اتفضلي يا مريم كملي. حاضر. We are what are doing What you are you what doing؟ are you هتختاري ايه يا مريم؟ doing What are ايه؟ doing doing what are doing What are you doing؟ شطورة. What are you doing؟ ليه اخترنا doing يا مريم؟ علشان احنا قلنا الوي والار واليو والدي يعني الاي والوي واليو والار يعني والكلمات دي غير الهي والشي والات بياخدوا دو افضل، اما الاي والوي والدي واليو والحاجات دي كلها الهي والشي والات بياخدوا بقى الاي انرجي. الكلام ده مش صح خالص يا مريم خالص، وانا ما لا قلتش الكلام ده خالص. طيب هو مش كده، هو كان حاجة تانية بس فهمت طيب اسمعي علشان معايا بعد كده. اذنك. طيب يا اولاد، يا اولاد عشان النقطه دي انا عايزه اوضحها لان احنا لازم نفهمها. طيب مريم، احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا لما بيكون عندنا ام او عندنا از او ار، الثلاث كلمات دول اصلا ده زمن اسمه البريزنت بروجريسيف او البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. لازم يا مريم بعد ده نجيب للفعل فيه اي ان جي، يعني لما نشوف الجمله بتاعتي فيها ام واز وار لازم نضيف اي ان جي. بمعنى ايه؟ يعني مثلا اقول اي ام سبيس، هل هقول ايت ولا ايتينج؟ اكيد هختار الاي ان جي، عشان اتفقنا بعد ام واز وار هنختار الفيرب بلس اي ان جي. اي ام ايتينج، او اقول هي از سبيس درينك، اقول درينكس ولا درينكينج؟ درينكينج. احنا اتفقنا يا مريم يبقى بعد الام والاز والار لازم اي ان جي. طب انا يا تيتشر هنا ما عنديش هنا ام مثلا، هنمسح ام، طب هختار ايه يا تيتشر؟ يا ترى اختار ايه؟ اكيد هختار ايت. دي ايت، ما هو انا ما ينفعش اختار ايتنج من غير ام واز وار، لازم يكون عندي هنا ام واز وار، فاختار ايت بس، يبقى اي ايت. لكن لو انا عندي ام يبقى اقول ايتنج يا مريم. نفس الفكره لو انا هنا ما عنديش از، فاختار ايه يا ترى؟ اختار هي درينكس، يبقى هي درينكس. طب لو انا عندي تيشر از، لازم اختار الاي ان جي، عشان بعد ام واز وار اختار اي ان جي.
اوكي مريم، مريم فهمناها؟ اوكي تاني مش هعملك. يبقى اوكي he drinks او he is drinking. I eat but I am eating. It's okay. طب نكمل مع بعض. اوكي يبقى احنا هنا لمريم قلنا ايه؟ يبقى الاجابه هنا what are you doing؟ هنا ليه doing؟ لان احنا عندنا are takes the energy. What are you doing؟ What are you doing؟ يعني انت بتعمل ايه؟ What are you doing؟ What are you doing؟ It's okay يا مريم. آدم نمبر 6. حاضر يا مس. هنبدأ. What is he doing? He is watching TV. What is he doing? 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 شاطر يا آدم. What is he doing؟ يعني هو بيعمل إيه؟ He's watching TV، هو بيتفرج على TV. أنس نمبر 7. Number 7. Number 7. Where are a football? Where are cooking, picking, well, playing, Miss Playing. We are playing football. We are playing football. We are playing football. Okay, Adam, number 8. لا Adam مش Adam، مريم. يلا يا مريم number 8. Number 8. I am I am a cat. I am driving. أنا أقود. I am driving إيه يا مريم؟ My am I am driving. أنا بقود إيه؟ music, car or cake؟ ميوزك. يعني أنا بسوق music؟ هل أنا ينفع أقول واو driving music؟ بسوق أنا كار بوظ بسوق كار a car، أقود سيارة. That's right. I am driving a car. I am driving a car. شطور يا مريم. أنس number 9. نمبر 9. She is a is on she eating ليه مفترق She playing صح صراحة She is playing the piano. That's right. She is playing the piano. Okay, أنا Adam نمبر 9 number 10 يا Adam. Adam number 10. Adam number 10. حاضر We are looking at photos. We are. We are shorter. We are looking at photos. That's right. Chaturi Adam. Okay. So Mariam, the order number one. نعم. نعم يا ميت حاضر. She تفضلي. is. She She is. That's is. right. Try it. Then, but she misses. She is Maha. making. She is. احنا بعد Making. اتفقنا بعد الاذن لازم نضيف الفعل ايه يا مريوم؟ اي ان جي. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ She is making ايه؟ She is making models. يعني هي بتصنع نماذج. She is making models. She is making models. She is making models. She is making models. It's okay, Mariam. So, Anas number two. Okay, what is he doing? What is he doing? That's right. What is he doing? Bravo عليك يا أنس. That's right. اوكي اتفضل يا آدم نمبر 1.
آدم نمبر 1. اوكي مس انا آدم نمبر شايف يس انا نمبر 1. وات ايوه مش شايف حاجة. فين نمبر 1؟ عفوا نمبر 2 يس نمبر 2 ذاتس ها ها That's ذاتس a great idea. That's a great idea. ذاتس That's رايت a ذاتس great ا idea. جريت ايديا ذاتس رايت ذاتس ا جريت ايديا. الجملة دي معناها ايه يا ادم؟ يعني ذاتس ا جريت ايديا. Great. يا ذاتس ا جريت ايديا ده وات داز ات يعني مين يعني؟ دي فكرة كويسة. دي فكرة كويسة. شاطر يا ادم رايت. انس نمبر 3 Okay, number three. It's a windy day. It's a windy day. That's right. It's a windy day. شاطر يا أنس. ميكا هقول لك الحروف كلها. أنا عارفة إن في عارفة ما يقولون شطورة أصلاً. Okay, so Agnes number one. Yeah. Number one. What will will Would you you space some what cookies? Would do you ask a smoke? would you eat? Do you like what I like? What do you like? Would you like? Would you like some cookies? Would you like some cookies? That's right. احنا Please. اتفقنا قبل كده اللي اسمها على بعضها would you like. وده اصلا takes infinitive يعني would you like, would you like, would you like. شكرا ليك. اتفضلي يا مريم. مريم. Okay. She's eating. She's eating. She ate. She some screen. She some screen. She some screen. يا بتعمل ايه some screen؟ كريم مواقي شمس بتعمله ايه؟ She wants. She eats. She plays some screen. She wants some. She Yeah, she wants wants. That's right. eat. She She wants. wants chocolate. Chocolate. فين الشوكليت خالص؟ فين الشوكليت دي يا مريم؟ She wants sunscreen. Sunscreen, sunscreen يعني كريم كريم الحماية من الشمس. Some sunscreen. It's okay. Item number 3. chocolate. ما فيش هنا شوكليت يا مريم والله. Okay, item number 3. يلا يا ادم اتفضل. Yes, I. أجيب يا مس. أجيب يا مس. ice cream. I like. ثاني واحدة يا مس. I would like. شطور يا آدم. لا لا يا أنس ما فيش واجب. المواد أنت هتذاكر. أنت هتذاكر. I would like some, an ice cream. I would like an ice cream. Yeah. أنس اتفضل يا أنس. مس هو Question في number one. امتحان بكرة. مس هو في امتحان بكرة.
ان شاء الله الكونكتيف بلس، بس اختبار الكونكتيف بلس وفي يوم التلاتة امتحان يا بكرة. لا لا الكل في عندكم اختبار بكره، بس مش عارفه اختبار ايه بكره. الكونكتيف بلس يوم الثلاثاء. أصلا ميزة عندها بس بكره اختبار ايه مش عارفه، مش معايا الجدول حاليا. اي ثينك عندكم بكره اختبار كونكت، بكره عندكم كونكت ان أيوة. شاء الله. طيب اتفضلي يا انس نمبر 1. انس نمبر ممكن 1 يا عارفة دو بريد دو ها بيردز دو بيردز ايه بيك هاف هاف، ذاتس رايت، دو هاف بيردز هاف. ده شاطر. احنا اتفقنا قبل كده يا انس على معلومه، لما يكون عندنا دو او عندنا داز لازم نختار هاف، دو هاف او داز و هاف برضه. شاطور يا انس. اتفضلي يا مريم نمبر 2. مريم نمبر 2 كاي تيتشر الله شمش نمبر تو يا يس شي دوز مش نوت شي دوز يس شي داز، يس شطورة. اور نو شي داز اور نو، ما كنتش بتجاوبي بتقرأي. ماشي يس شي داز، نو شي داز، نوت شي داز. نو شي دوز نو لا خلاص، بصي يا مريم، لما اجي اسألك مثلا شي داز، او مثلا داز شي، عفوا لو سألتك قلت لك does she have does she have a long hair long hair، هل هي عندها شعر طويل، هتقولي حاجة من الاثنين، يا اما yes she does لو هي فعلا عندها شعر طويل، or no she doesn't، no she doesn't. يبقى does دايما دي حاجة positive، حاجة إيجابية مع yes، but doesn't دي حاجة negative، حاجة سلبية مع no. يبقى no doesn't و she does. يبقى احنا هنختار ايه يا مريم؟ yes or no؟ yes or no يا مريم؟ Yes. yes she does it's okay. ايه ده نمبر 3؟ عندهم نمبر 3 آدم. Other MS. It has a wing. It has wing. It has a wing. That's It has right. a It wing. has a wing. Shoulder. That's right. It has a wing. So مريم، لا أنس نمبر 4. نعم. أنس نمبر 4. They are Alan. لا نمبر 4 يا انس، نمبر 4. This is yeah this is Alex. شاطر يا انس، that's right. مريم نمبر 5. Number five, okay. Has A cat. muscles. A cat، قطة. Singular، مفرد. Yeah, a He cat. is in. Yeah, have. She. That's right. Adam, number 6. Adam, number 6. He, two Wonder arms. I miss. He has two arms. He has to. Okay, He that's has enough two for arms. today.